مرحبا انت شوي بطول معك. الله يعزك كلهم. كيف حالك؟ شلون حالك؟ مساكم خير. حاكم رجال ماجورين يشتري كل المحلة، والله ما اجي محل احد. انا بدي حلفت. كيف حالكم؟ طيبين؟ عسل. قصر على صوت الله. ما شاء الله ترى ما تخوف ولا توتر. بسم الله. مش حاكم يا اخواني؟ طيبين؟ اصبر انا البيز. احنا تسمعني؟ الامور طيبه؟ لوكيشن زين؟ مش حاكم يا اخواني؟ مساكم بخير. وش يقول دعوة الطيب؟ دعوة الطيب ما ايش يقول بالعذار السخيفة كأنها دعوة مصلي بين أذان وبين إقامة. دعيتوني خصيتوني بالدعوة أنتم ونس، يعلم الله أنها من يعني من أبرك الساعات، جدد العهد فيكم. ولكن أنا أشوف أن هذه في وقت البرنامج، كان إحنا نعلن نهاية البرنامج. إحنا أخوان وبيننا ما يلزم، يعني مهم من المنطق تعاشيني خروف وخلص منه ونغسل وأجي وخصم عليك 500، يعني ما أنتم راضين هالي يا أخوان. تم وأبشر بسعادكم، خلصوا البرنامج وعلى ما قال أبرك الساعات. وأنت يا ابن طوالة معلمك من قبل على تكفى ذيك اللي حرجني فيها، الله يسامحك. الله يطول عمرك. لا مو باليوم اخوان، بس اليوم احنا باخوان شوي. مساكم الله بالخير السادة المشاهدين على شاشة قناة الواقع. كلكم متابعين لأحداث هذا الأسبوع الصعب جدا واللي كان يعني استثنائي بحكم سفر الشباب. كان أسبوع تحدي، أسبوع كان فيه نكون ولا جعلنا ما نكون، ولا عسانا ما نكون. الإدارة مشكورة من أبو إبراهيم إلى الأستاذ عبد الله، أبو عبد الله عبد الرحمن الكليب، كان لهم مبادرة بخصوص طلعة الشباب. كانوا يطلعون اثنين اثنين إذا تذكرون يا أخواني. يمكن أنا ما طلعت، أنت طلعت أصلا ورحت وجلست أسبوع. فلا أنا سبحان الله على طول تمسكن، أنا ما طلعت. فكان الإدارة مشكورة، وقفنا الحسابات للشباب حنا أول أسبوع أول البرنامج. قلنا ما حد يغرد اللايك في تويتر أو أي أحد يرسل وردة في أي برنامج باسمك بحسابك الرسمي يعتبر جوال معك مخالفة، تروح براي. هذا كان النهج. فكرنا ما في أجمل من أن حنا نعوض الشيء هذا أنهم يطلعون برا ويتفاعلون بحساباتهم. كلكم شفتوا الشباب ما شاء الله تبارك الله في السلطنة، سلطنة عمان، فلك التحية والسلام عمان، هذه الديرة الطيبة المرحبة بالجميع. قضوا معكم الشباب تقريبا 3 أيام، كانت رائعة جدا، كانت مختلفة. يعطيهم ألف عافية، نرسل لهم التحية.